بنرحب بالاستاذ الفنان محسن محي الدين في الفجر الفني، وعايزين نقول لحضرتك انك حضرتك منورنا في الفجر ومنورنا النهارده في الختام. الله يخليكي، ميرسي، تسلمي. عايزين نتكلم عن الختام وعن النهارده، في كله قال عن المهرجان والدوره دي مميزه، حضرتك شايفها مميزه في ايه؟ الحقيقه انا كنت عشان بصور فانا ما شاركتش في ان انا اتفرج، لكن طبعا يعني شرفني ان انا اتواجد في الفينال علشان خاطر اشوف مين اعظم منهم، مين اعظم واحد كسب يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم. شايف المسرح الفتره دي محتاج ايه؟ لا، المسرح محتاج يحيى من تاني. يعني احنا ما بقاش عندنا مسارح للاسف، المسارح بتاعتنا بقت قليله قوي، والمسارح اللي موجوده بتتهد وتتبني فيها عمارات وفنادق وحاجات كده. زي ما ادركنا في لحظه ان السينمات كانت عندنا قليله، فابتدينا نعمل صالات عرض كتير، ويبقى الداخل ده مهم جدا ان هو يرجع الايراد. احنا برضو محتاجين مسارح كتير تتوجد، لان احنا هنا يعني احنا وليد الشرق يعني زي ما بيقولوا، فوليد الشرق من غير مسرح ما ينفعش. عايزين مسرح طبعا دولة، وعايزين مسرح خاص، وعايزين مسرح يبقى فيه كده مسارح كتير نقدر نعرض فيها، حتى الشباب يقدروا يعملوا أعمالهم عليها. يعني شايف ان المهرجان المسرح المصري بقيادة الفنان محمد رياض والمهرجان نقابة التمثيلية للمسرح المصري، هل هينافسوا بعض؟ والله التنافس عموما ده جميل. يعني عندنا دايما مثلا في المسارح الدولة في عندك مسرح الفنون الشعبية، وعندك في مسرح طبعا العظيم بتاعنا اللي هو في العتبة ده القومي، طبعا المسرح القومي، وفي يعني في كتير، ومسرح الكوميدي في القطاع العام او في القطاع الوزاري. يعني هتلاقي في تنافس، كل واحد بيعمل مسرحيات تنافسية، لكن احنا مش عايزين تنافس بس فقط لغير في الدولة، احنا عايزين تنافس في المسرح عام عموما، خاص وعام كله. يعني شايف ان الفنان اشرف عبد الباقي هل اعاد المسرح؟ كان سبب في اعادة المسرح تاني من جديد؟ والله هو عمل خطوة جميلة جدا طبعا، يعني ان كان في فجوة كبيرة ما كانش في مسرح، لكن هو عمل حاجة بقى هو ما بيعتبرش مسرح، ولكن هو قدر يرجع تاني يخلي فيه مسرح الناس، وطلع طبعا نجوم دلوقتي موجودين يعني على الساحة، فده حاجة جميلة جدا يحسب له طبعا. شايف حضرتك الفترة دي في بعض الفنانين والفنانات بيطلعوا يطلبوا بالشغل او العمل على مواقع السوشيال ميديا، هل حضرتك معاهم ولا ضدهم؟ ايه؟ الشغل على مواقع السوشيال ميديا، الفنانين اللي بتطلب زي الفنان احمد عزمي مثلا، هل حضرتك مع ان انا اطلب الفنان يطلب بالشغل ولا ضده على مواقع السوشيال ميديا؟ والله بصي، في احنا عندنا فجوة كبيرة جدا يعني، وعلى فكرة المهنة دي قلابة، يعني في ممثلين عظام جدا قاعدين في البيت ما بيشتغلوش، وفي ناس كان ليهم تاريخ وما بيشتغلوش. المفروض النقابة، وده نشكر طبعا أشرف زكي ان هو بيهتم دلوقتي بالمسرح، بس يا ريت حتى كمان احنا عندنا مسرح في مسرح النقابة، يا ريت كل اللي ما بيشتغلوش يبتدي النقابة تنسق انها تعمل مسرحيات على المسرح بتاع النقابة، تحاول تعمل يعني تشغل الناس اللي هي ما بتشتغلش، من حقهم ان هم يشتغلوا ويتواجدوا وما يتنسوش. يعني لو في آلة زمن هترجع بالزمن حضرتك، تحب ترجع لأني زمن؟ وهل هتختار مهنة التمثيل تاني ولا لا؟ طبعا انا، لان هي دي موهبة في الدم، يعني الواحد اتولد وهو فيها. وانا عشرت طبعا احلى طفوله ليا في الفن، وكان في الوقت دوت الفن يعني العصر الذهبي، وكان العصر الذهبي للتلفزيون يعني، وده انا بدات فيه. فطبعا كان في الفتره دي انا حضرت مع كل الفنانين العظام اللي هم بيعتبروا في العصر الذهبي، وده كان يعني فضل من الله سبحانه وتعالى ان انا اتعلم من الناس دي كلها. طبعا الوقت ده كان فن عظيم جدا يعني، ما كانش فيه يعني تكنولوجي زي دلوقتي،
لكن كان في فكر الواحد بيفكر ويحاول ويحاول ان هو بفكرته عايز يوصل فكرته، فبيدور على حاجات يفن فيها. يعني لو شفتي مثلا استاذ يوسف وهبي عمل مسرحيات عالميه وعمل مثلا في سفير جهنم، شوفي لما حب يوري الشيطان كده عملاق ومارد ويمشي في وسط البيوت، فعمل ماكتات والماكتات خلاكي تحسي فعلا ان حاجه يعني حاجه عملاقه ومارد، والبيوت دي بيدور في وسطها مين اللي يصطاده. فطبعا ده كان فكر، مفيش امكانيات احنا دلوقتي نقدر نعملها بالجرافيك والحاجات دي كلها، لكن هو زمان فكر وصنع وعمل وقعد ويفنوا ازاي يعملوا بيوت وينوروها وحاجات كده ومستويات. فطبعا كان زمان كنا بنفن اكتر. ايه الاعمال القادمه ان شاء الله؟ الحمد لله، يعني انا عملت فيلم اسمه الغربان، فيلم كبير عالمي ان شاء الله. ايوه مع فلان مساعد، وان شاء الله ربنا ييسر تنبسطوا بيه. هنشوف حضرتك في المداح ولا لا؟ الله ربنا ييسر، الله اعلم، انا ما اعرفش لسه. شكرا.